سنعود لضيفنا سيد منصور الاتصال فيه مرة أخرى. أعود إلى ضيفي السيد محمد كلش. السيد محمد، ما رأيك بالحديث الدائم عن ضبط النفس لإيران في وقت لا يبدو بأن هناك أي من رادع أو أي من ضابط لما تمارسه إسرائيل في هذه المنطقة؟ وكيف تنظر إلى رد الفعل الإسرائيلي إذا ما شنت إيران أي عملية على إسرائيل؟ برأيي يعني بداية القول، السؤال الكبير بالنسبة إلى الرد الإيراني، سيكون هناك رد إيراني؟ إيران سترد كما فعلت في منتصف أبريل الماضي، لكن شكل الرد كيف سيكون؟ هذا الرد هل سيكون على الصورة التي كانت عليها ردها في منتصف أبريل الماضي بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، أم أنه سيكون أقوى، سيكون موجعا أكثر، سيصل إلى إسرائيل يعني بشكل لن تتمكن فيه إسرائيل من التصدي بالكامل أو بشكل قوي كما حصل في الهجوم السابق مع إطلاق أكثر من 300 صاروخ ومسيرة إيرانية باتجاه إسرائيل. لكن السؤال المركزي الأساسي في هذا الرد هو التالي: هل سيطال الرد البنى المدنية؟ هل سيطال مدنا؟ هل سيطال أهدافا مدنية أم لا؟ إذا حصل وكان الهدف هدفا مدنيا، نحن سنكون على حافة حرب واسعة. لا أعتقد أن إيران تريد هذا الحرب، ولا حزب الله يريد هذا الحرب، وذلك لأسباب معروفة، أسباب داخلية، إن كان ذلك بالنسبة إلى لبنان الداخل اللبناني كما بالنسبة إلى الداخل الإيراني. تلك هي المسألة الكبرى في هذا، في الرد المحتمل لإيران، ولربما هذا ما يؤخر الرد الإيراني. هل سيكون باتجاه إسرائيل؟ هل سيكون باتجاه الأهداف أو أهداف إسرائيلية في العالم أبعد من إسرائيل؟ تفهم الاحتياطات الأمنية التي اتخذتها إسرائيل بعثاتها في العالم وعلى كل المستويات السياسية والثقافية والرياضية. الشنبيت على سبيل المثال الذي يتواجد مع يتواجد مع الوفد الإسرائيلي المشارك في الألعاب الأولمبية في فرنسا تعزز وجوده بسرعة، وكذلك الحال بالنسبة إلى البعثات الإسرائيلية في العالم. إذن هناك من الجانب الإسرائيلي خوف ليس فقط أو احتياطات ليس فقط داخل إسرائيل وإنما على المستوى العالم. أعتقد أن إيران ستأخذ وقتها. طبعا هناك حديث من واشنطن عن إمكانية أن يكون الرد الإيراني خلال 24 ساعة. طبعا إذا عرفت إيران، إذا قررت إيران أو توصلت إلى ما يرضي ردها، نعم، إن لا يصل البنى المدنية أو الأهداف المدنية داخل إسرائيل، نعم، أعتقد أنها لن تأخر في فعل ذلك. أعتقد أن هذا ما يؤخر هذا الرد المنتظر من إسرائيل، من حزب الله، ولربما طبعا، نعم، من الساحة. داني سيد محمد، أعود مرة أخرى إلى الدكتور منصور ضيفي، عاد مجددا إلى هذه الساعة الحوارية. سيد منصور،
تغيير قواعد الاشتباك يبدو أو تغير قواعد الاشتباك يبدو بأنها ممارسة إسرائيلية حتى هذه اللحظة حققت نتائج، استهدفت قيادات في دمشق، قيادات إيرانية في دمشق وقيادات إيرانية في دمشق، واستهدفت أيضا إسماعيل هنية في داخل طهران. فهل لتغيير قواعد الاشتباك هذه أي رغبة بالوصول إلى استهداف شخصية إيرانية داخل طهران هذه المرة؟ تحياتي مجددا لك ولضيفك الكريم. طبعا الاستهدافات هي عبارة عن رسالة إلى إيران ولحزب الله بأن قواعد اللعبة تغيرت وقواعد الاشتباك تغيرت، وما سنشهده من الآن في صاعدا تصعيد في سقف المواجهات وكذلك في عمقها، واستهدافات أكثر لقيادات وحتى المساس بمنشآت. يعني الوضع سيتأزم، ولكن كما تحدث ضيفك الكريم بأن لا نية لإيران وكذلك لإسرائيل وكذلك لحزب الله في الدخول في مرحلة في حرب شاملة قد تجر الدول الغربية إلى الشرق الأوسط. طبعا هناك أسباب عديدة تتعلق بالدول وتتعلق بالوضع الإقليمي. طبعا إيران، التخوف الإسرائيلي حتى الآن هو من أن تكون هذه الضربة خلافا لما لضربة 14 لليلة 14 من أبريل أن تكون موسعة ومتزامنة أكثر مع أذرع إيرانية لحزب الله من الهضبة السورية ومن العراق ومن الحوثيين، وأن تكون أكثر كثافة، والأكثر من ذلك أن تكون على مدى عدة أيام، أن لا تكون محدودة في إطار يوم واحد. وهذا ما يقلق الجانب الإسرائيلي، ولكن كما الجميع شاهد بأن هناك استعدادات وهناك طبعا دول حليفة تقوم بدعم إسرائيل، بريطانيا، فرنسا، أمريكا، كل القوات الغربية موجودة الآن في منطقة الشرق الأوسط. بالنسبة لسؤالك إن كان هناك سيكون استهدافات، أنا بحسب رأيي سيتم هناك خفض ألسنة اللهب بكل ما يتعلق بالاستهدافات لشخصيات إيرانية. طبعا إيران تريد من خلال هذه الضربة الموسعة والمكثفة أن تقول يعني هناك خط أحمر لا يمكن تجاوزه، تم انتهاك حرمة طهران وسيادتها وكذلك بكل ما يتعلق بموقفها، ولن تقف الآن مكتوفة الأيدي، وأن قواعد اللعبة ستتغير. طبعا إسرائيل تفهم هذا الشيء، قد تقدم على استهدافات في داخل منطقة غزة، وإن كان هناك رد إسرائيلي سيكون، طبعا سيكون هناك رد إسرائيلي. نعم، لكن دكتور تذكرت بأن الطرفان لا نية لهما للتصعيد، لكن لما لم تلتزم إذن إسرائيل بقواعد الاشتباك التي على ما يبدو رسمتها إسرائيل ورسمتها أيضا إيران وأذرعها من خلال 7 أكتوبر وبداياته؟ إسرائيل ترى في هذه الاستهدافات كان في داخل حزب الله وداخل إيران، لأنها ترى بإيران هي التي الراعية لكل ما يحدث وما حدث في 7 أكتوبر. استهدافات قيادات وشخصيات هي قد تعزز من صور الانتصار، وقد يعني تؤمن لنتنياهو كذلك إنجازات عسكرية يأتي بها إلى وقت المساءلة، وترفع من معنويات إسرائيل وبكل ما يتعلق كذلك بإرجاع الردع الإسرائيلي. يعني إسرائيل قادرة على اختراق استخباراتي في كل دول الشرق الأوسط والوصول لكل هدف. طبعا هذا سيعزز من الردع الإسرائيلي يعني بدون شك. هذا كذلك سيؤثر على الجبهة المركزية في غزة بكل ما يتعلق بمواجهة حماس، لأن حماس حتى الآن بنت وعلى الخصوص السنوار أن تكون هناك مواجهة بين حزب الله وبين إسرائيل، وأن تدخل إيران كذلك هذه المواجهة، وأن يكون هناك تصعيد إقليمي. الآن السنوار طبعا أمامه لا تقف الصفقة وتحرير المخطوفين، ما يهمه هو البقاء وأن تبقى حماس
جزء لا يتجزأ من الحل النهائي، يعني لا نتنياهو معني الآن في الصفقة ولا السنوار. نعم سيد محمد كلش ضيفي من باريس، يعني وسائل الإعلام عدة تداولت وتناولت موضوع بأن إيران قد ترد يوم الاثنين وهو اليوم، لكن إذا ما ردت إيران اليوم وفي ظل هذه التسريبات وبحسب التسريبات التي تمت مسبقا أو الإعلان الذي تم من قبل إيران قبلها بساعات عن إرسال الصواريخ والمسيرات، كيف سيكون رد الفعل برأيك من الجانب الإسرائيلي، خصوصا وأن لربما تغيرت نوعا ما قواعد الاشتباك منذ إبريل بعد إرسال إيران لهذه المسيرات والصواريخ؟ يعني واضح أن إسرائيل مستعدة لهذه المواجهة وأكدت إسرائيل ذلك، وطبعا في العودة إلى ما حصل في 14 من أبريل الماضي يؤكد أن إسرائيل ليست وحدها في الميدان، ولم تتأخر الولايات المتحدة الأمريكية في الإعلان عن دعمها الكامل، إرسالها التعزيزات العسكرية القوية إلى منطقة الشرق الأوسط، إلى الشاطئ الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى التعزيزات الطبيعية المستمرة للأمريكية المستمرة لإسرائيل. إذن تعزيزات فوق التعزيزات فوق التعزيزات. الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة للرد على هجومات على إسرائيل، ولن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وحدها في هذا الميدان. بالنسبة إلى على الأقل موضوع الصواريخ والمسيرات التي ممكن أن تستهدف بها إسرائيل، هذا يذكرنا أيضا بما قامت به بريطانيا وفرنسا بشكل محدد مع الولايات المتحدة في التصدي لمسيرات وصواريخ الإيرانية في أبريل الماضي. نعم. والتنسيق هذا ليس سرا، أن إسرائيل إضافة إلى ما إلى التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية تنسق أيضا مع بريطانيا وفرنسا. نعم. أمن إسرائيل بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة إلى فرنسا إلى بريطانيا إلى الدول الغربية بشكل عام، أمن إسرائيل لا تفريط فيه، والكل نعم. مستعد للدفاع عن إسرائيل، شكرا. خاصة وأن نعم. المهاجم إيران وحزب الله والحوثيون بشكل خاص. إذن هذا كاف عفوا لهذا الدفاع القوي والجدي عن أمن إسرائيل، دفاع نعم. ميداني بما يتطلبه الوضع الميداني نعم. على كل المستويات. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لكم ضيفي في هذه الساعة من باريس، الكاتب والباحث السياسي محمد كلش، ومن يركف الجليل الأعلى الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية الدكتور منصور مادي.